عملية كامل بقى محاضراتنا في الاكشنج سيرفر 2013. ان احنا طبعا احنا شغالين في قصة الداج. احنا وصلنا ان احنا سطبنا دلوقتي الهب والكاس على سيرفرين، ونسطبنا ميل بوكس على سيرفرين. طبعا احنا فتحنا كده مع بعضينا هنا، ده الكونسول بتاعنا. طبعا زي ما قلت لك ان احنا 2010 بنشتغل على كونسول، بعد كده بقت 2013 و2016 و2019 ما عنديش كونسول يعني. عندي بقى هنا ده الاوتلوك بتاعي، القوه بتاعتي طبعا زي ما انت شايف شكلها. ادي الاي سي بي بتاعي او الاكشنج كنترول بانل بتاعي، هتلاقي ما فيهوش حاجات كتيره. ادي الميل بوكسز بتاعتي اللي هنا. هنا بقى هتلاقي ادي الديستريبيوشن جروب، ادي الاكسترنال كونتاكت بتاعتي، ادي رولز اند الاوديتنج، ادي الميل كنترول، ادي الفون اند الفويس. طبعا انا بسطب هنا الموبايلات يعني. ادي الاكتف سينك ديفايس بوليسي. طبعا هنا هتلاقي عندك هنا الاكشنج كنترول بانل بتاعي، مش زي 2010 و2013، زي 2013 و2016 اسف. ان انت عندك في 2013 و2016 بتعمل ايه؟ هو في كل شيء، كل المانجمنت بتاعتي والكنترول بتاعي من عليه. انما انت عندك هنا في 2010 الكنترول بتاعك بيكون على فين؟ بيكون على السيرفر على الكونسول بتاعي. هنيجي بعد هنا نسطب عندنا السيرتيفيكيشن. اول حاجه هنزل هنا الرول بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي على الدومين كنترولرز. هنيجي هنا نقول له رول، اد رول. انا هغير الزوم بتاعتنا هنا طبعا. هنيجي نقول له اد رول، اقول له نيكست. احنا عايزين ننزل اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس. اقول له نيكست نيكست. طبعا احنا هننزل ايه؟ هننزل سيرتيفيكت اوثورتي ويب انرولمنت، وهننزل سيرتيفيكت انرولمنت ويب سيرفيس. بوليسي، هننزل البوليسي. اقول نيكست. طبعا تبقى انتربرايز، هنديها بقى روت سي اي، هنكريت بابليك كي، نيو بابليك كي. هيبقى اللينث بتاعتنا 2048. الدومين بتاعنا اللي هو EGS.DC. نيكست. طبعا تبقى مدتها اللي مثلا 10 سنين. طبعا ما حدش يعتمد على السيرتيفيكت دي، المفروض حضرتك مش هتعتمد على السيرتيفيكت دي، انت هتشتري سيرتيفيكيشن. هنقول له ويندوز انتجريتد اوثنتيكيشنز. هنقول له ايه؟ SSL. نيكست نيكست. طبعا هتنزل الـ ESP معايا، هننزل فيرجن 6، هننزل اوثنتيكيشنز، بيسك اوثنتيكيشنز. هقول نيكست، انستول.
زي ما قلت لحضراتكم احنا ده كله بنعمله، وبنعمل الاربع سيرفرات بتوعنا دول عشان هنعمل مايجريت ل 2013 بعد كده. فلازم عشان اكون عامل مايجريت، عشان اعمل مايجريت هعمل داج عندي وهعمل كاست اري، عشان طبعا ده بيكون اكبر، ده اكبر لاب يعتبر عندنا. يعني انت يكون عندك سيرفرات، عندك على اربع سيرفرات، ومفيش حد بيعمل على اربع سيرفرات، او في الغالب يكون بيكون سيرفرين، او بيكون سيرفرين منزل عليهم عامل ما بينهم داج، او سيرفر واحد منزل عليه كل الرولز وهو اللي شغال وحضرتك بعد كده بيعمل مايجريت من عليه. بس طبعا احنا بنعمل البروجكت بتاعنا ده اكبر بروجكت عشان تكون حضرتك واخد كل الستبس بتاعتك يعني. نيجي هنا على الكيس الاولاني، هنقول له نيو اكشينج سيرتيفيكت. هنا الفريندلي نيم هنقول له مثلا ميل نكست، طبعا هنقول له نكست. هنا انت عايز تشغلها على ايه؟ هنقول له طبعا عايزين نشغلها على القوة. هنشغلها على الاكتيف سينك، وهنشغلها مش محتاجين على الهب يعني، خلينا نلعب على الهب، على الهب الليجسي. عشان كده هقول له نيكست. طبعا الدومين بتاعنا اللي هو AGS.com. اي حاجه دوت AGS.com هقول له نيكست. طبعا الاورجنايزيشن بتاعتي هقول له اي تي، الاورجنايزيشن بتاعتي اسمها اي جي اس. هنا اورجنايزيشن يونت اي تي، اللوكيشن بتاعنا ده طبعا ايجيبت. هنقول له كايرو. هنا كايرو طبعا هنحط الريكوست بتاعنا فين، هنشاور له على دي، هنقول له ميل دوت ريك. هقول له نيكست كريتلي، هقول له فينش. طبعا هنا ده خلص. لو جينا فتحنا بقى البراوزر بتاعنا كتبنا له كده https://dc.egs.com/cert/serve. غلط، صرت السيرف دي صرت سيرف. مثلا HTTPS. احنا لو جينا هنا على IIS اصلا، فعندك سيرت سيرف. لو فتحنا على HTTPS مثلا، هتقول له هنا ريكويست سيرتيفيكت ادفانسد ريكويست سيرتيفيكت، هتقول له سبميت. هناخد الفايل بتاعنا ده اللي احنا كريتناه، ناخد كوبي نحطه هنا على الدومين فولدر شير مثلا، هنقول له سيرتيفيكت.
احنا كده بنكاري certification، هحط certificate هنا. الريكوست بتاعنا هنشيره عشان اقدر اشوفه من على الدومين. هنقول له هنا مثلا ايه في الكنترول، ندخل administrator. ندي administrator for control. حضرتك هتيجي هنا على security، هنيجي هنا هنضيف ال everyone، هنقول له full control برضو. لو انا جيت هنا ده كام الاي بي بتاعه، ده 202. سلاش 172 20 20 202. هنيجي نفتح بقى تي، هنفتحها بالنوت باد، هنعلم على ده كده. هنيجي هنا نقول له بيست، هنختار له هنا ويب سيرفر، اقول له سبميت، نقول له سيرتيفيكت، اقول له سيف، اقول له اوبن فولدر. هناخد دي كابي كده وهنحطها هنا على الشير. بس زي ما قلت لك قبل كده، ما عرضنا ما اتكلمنا قبل كده على موضوع السيرتيفيكيشن، عشان يقدر يحس بالسيرتيفيكت بتاعتي دي لازم، عشان الاكشينج يقدر يحس بالسيرتيفيكت بتاعتي دي لازم حضرتك تعمل ايه؟ هتيجي هنا هتقول له ايه؟ ام ام سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول، هتقول له اد اند ريموف سناب ان. هنيجي هنا نقول له سيرتيفيكت اوكي. هنيجي هنا هتلاقي عندك تراستد، عندك السيرتيفيكيشن بتاعتك. هناخد هنعمل اكسبورت السيرتيفيكت بتاعت الدومين. تيجي هنا هتقول اكسبورت، احنا عايزينها دوت سي ار. هنعلم على الو 172 20 20 202. هنقول له دي سي، ده البي دي سي مثلا اللي هو البرايمري دومين كنترول. هناخد برضو السيرتيفيكيشن بتاعتي دي، يا برضو دي مدتها 10 سنين اهي. هعطوله اكسبورت، اقول له انا مش عايز برايفت كي، هنحطها هنا نقول له مثلا ده دي سي. مش كده، ولازم حضرتك تيجي هنا بقى على السيرتيفيكت وتقول له امبورت، وتدخله هنا السيرتيفيكيشن اللي احنا استعملناها بتاعت ميل، لازم يحس بيها هنا، لازم يحس بيها هنا كده. هنيجي هنا ده طبعا على السيرفر بتاعنا، هنيجي هنا على ميل، هنيجي هنا نقول له completed، هنقول له complete، هنروح نشاور على السيرتيفيكيشن بتاعتنا لسه مكريتنا، هنقول له complete. كده كومبليت ده اهي. طبعا هتلاقي علامة اكس مش شغالة ليه؟ نفس الكلام، هنيجي هنا حضرتك هتيجي هنا كده على البران، هتكتب له ام ام سي، هنقول له هنا اد اند ريموف سناب ان، هنختار سيرتيفيكت، اقول له اوكي. هنيجي هنا على السيرتيفيكيشن بتاعتنا هنا، هتيجي هنا تقول له ايه امبورت لو السيرتيفيكيت بتاعتنا. هنا اول حاجه هتدخل دي سي عشان هو مش حاسس بالسيرتيفيكيشن دلوقتي بتاع الدومين. هندخله بقى الثلاث سيرتيفيكيت الاثنين التانيين، هندخله بي دي سي،
وهندخله بتاعة الميل. لو انت جيت هنا بقى عملنا اخترنا له بتاعة الميل، عملنا ريفريش بس. دي بتعوز ريستارت تايم بعديها، يعني الافضل بعد كده تي ان احنا نيجي هنا على السيرفر بتاعنا ده ونروح نعمل ريستارت. طبعا السيرتيفيكت لازم حضرتك تعملها، تحطها على كل السيرفرات اللي عند حضرتك. نرستر دول بره عشان الدومين يبعت يروح يبعتهم. لازم كده عشان ايه الدومين يروح يبعت لهم السيرتيفيكت، او حضرتك تخش على سيرفر سيرفر تحط عليه بعد الثلاث سيرتيفيكت دول. هنوقف لحد ما يخلص. برضو في حاجة تاني معلومة، ان انت حضرتك لما تيجي تراستر سيرفر الاكشنج لازم كلهم يترسترو في وقت واحد المفروض، يعني الدومين والاربع سيرفرات بتاع الاكشنج المفروض كلهم ينزلوا مع بعض ويقوموا مع بعض. حتى في اي فيرجن ده لازم ينزلوا مع بعض ويقوموا مع بعض. طبعا عشان ده رمته اكبر شوية. قبل ما يقوم كده ان ايه نشغل المكنة بتاعتنا دي الكلاينت بتاعنا. هنكمل كده الاكشنج ام. هنيجي نفتح كده الكونسول، هنيجي ده نديله اي بي. قالوا له 172 20 20 5 على 24. هنديله بت واي، هنديله 172 20 20 200. هنيجي نعمله جوين على الدومين. هنقول له AGS.com. اوكي ادمنستريتور. الباسورد تمام كده جوين. هنيجي كده نقفل الفايرول. هنعمل ستارت هنا. هنيجي نفتح الكونسول.
ولما يوم كده نعمل هنا نفتح الدومين كنترول، هنيجي هنا على Active Directory users and computers، طبعا قبل ما يفتح معايا الاكتشينج عايز اوريك حاجه هنا. لو جيت هنا على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر وقلت له هنا في فيو احنا عايزين ادفانسد فيتشرز، هتلاقي عندك هنا الاكتشينج لما بينزل عندك بينزل لك ايه؟ بينزل لك عندك مجموعه جروبات زي ما انت شايف كده، مايكروسوفت اكتشينج سكيورتي جروب، وهتلاقي عندك حاجه اسمها مايكروسوفت اكتشينج سيستم اوبجكتس، ده طبعا بينزلهم لك الاكشنج وهو بينزل. طبعا هتكلمنا قبل كده على السيستم ميل بوكس دول، اتكلمنا في كذا محاضره فيهم، واتكلمنا طبعا عن كل الجروبات اللي عندي هنا دي على حده. هنيجي هنا نكريت هنا او يو، هنسميه هنا اي جي اس، هنكريت فيها هنا او يو هنسميها وليكن اي تي، هنكريت هنا يوزر، هنقول له مثلا ايه عماد اسكندر انش، هنا اللوجن بتاعنا يكون ايه عماد، شو بس عايزين نكريت ايه يوزر هنا ايميل ليه، ادي الباسورد، طبعا فتح معايا هنا اهو. هنا فتحنا اليوزر لسه مكريتينه، نرجع مات عندنا، لو جينا هنا بعت ايه على سيرفر كونفيجريشن، مظبوط اهي. كده السيرتيفيكيشن مظبوط. اعمل لها ريموف. سطب واحدة تاني. اعمل نيو سيرتيفيكيت. هنقول له ميل. داش تو نكست،
انا شغالها زي ما قلت لك عليه على القوة كده كده بتشتغل على اكتف سينك. اقوله نيكست، اقوله نيكست، هنا اي جي اس، هنا اي تي، هنا ايجيبت، كايرو، ميل داش تو، مش كده. هنروح برضو على الدومين، هنيجي هنا على الاي اي اس، هنفتح اللي هي سرت ميل تو نعلم عليها كلها كده كابي، هنيجي نفتحها بالبورت 80، هنقول له ريكويست ادفانسد سيم، نحط له دي هنا كده، وهنقول له ويب سيرفر، هنقول له داونلود، سيف، اوبن فولدر، هناخد دي كوبي هنحطها على الشير، نفس الكلام هنيجي نفتح كده ال ام ام سي، نعمل لها امبورت هنا، نيجي هنا نروح نقول له ايه كومبليت، رايت كليك نقول له كومبليت ريكويست، هنعلم على دي، نيجي نحطها له برضو هنا، سيرتيفيكت بورت، نقفل الكونسول ده، نفتح تاني، نخش بقى على باقي السيرفرات، نيجي نفتح ال MMC، هنيجي نقول له هذا ريموف سناب ان، سيرتيفيكت، هنعمل بقى تي امبورت للسيرتيفيكيشن كلها من هنا، اقول امبورت براوز، هنقول له بستاش بستاش 172 2020 172 2020 202، هنعمل اول واحدة للدي سي، نعمل
بورت البي دي سي. هنعمل امبورت بتاعة الميل، عشان يحس بهم كل السيرفرات. هنيجي نفس الكلام هنا، هنيجي نقول له ام ام سي فايل اند ريموف سناب ان سيرتيفيكت. هنيجي ندوس له رايت كليك امبورت، هنيجي هنا نعلم له الاسباكستاش 172.20.20.202. هناخد الدي سي، هناخد البي دي سي، هناخد بتاعة مين؟ بتاعة الميل التانية دي. نروح للسيرفر التاني الأخير، نعمل له ام سي فايل اند ريموف سناب ان، نعمل له سيرتيفيكت. هنيجي هنا نقول له امبورت براوز 172.20.20.202. هنيجي نعمل له دي سي، هنعمل له البي دي سي، هندخله بتاعت الميل،